يقول السائل: هناك في بعض البلدان التي يصوم أهلها بعد المملكة العربية السعودية بيوم، فماذا يفعل من بدأ الصيام هناك وأكمل هنا يوم العيد؟ هل يفطر أم يصوم؟ حكم حكم البلد الذي هو فيه في بداية الشهر أو في نهايته، حكمه حكم البلد الذي هو فيه، فيصوم مع الناس ولا يفطر والناس صائمون، لا يخالف المسلمين. نعم. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، والأضحى يوم تضحون. فالمسلم مع المسلمين، لا يشذ عنهم. نعم. يقول السائل: ما حكم بيع الإيصالات؟ لا يجوز بيع الإيصالات، بمعنى يعني الأسناد، أسناد الديون، يبيعها، لا يجوز هذا، لأن هذا بيع دين، ولا يجوز بيع الدين إلا لمن هو في ذمته. ما إذا صار لك دين على شخص، لا يجوز لك أنك تبيع هذا الدين على غيره. أما إذا بعت الدين على الذي هو في ذمته فلا بأس بذلك. نعم.